الضبا سرعة وجار روحت والشوط نار الطير مع سلف الطيور حطت لي قعدان وبكار. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دايما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان نجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن في هذه اللحظات انطلاقة الشوط الثاني عشر للابكار اللي جاية من مسافة 5 كيلومترات حيث هذه الأسماء حيث تواجد 55 اسم من الإبكار اللقاية ومن الشعارات مباشرة مع المركز الأول ليتابع زوم مع المركز الأول عبد الله بن مطوع بن مشعاب الظاهري يقدم لنا زوم أمام كاميرات وزوم العدسات لقناة ياس بينما المركز الثاني القادم بكل قوة أتابع انطلاقة الطير معالي علي بن محمد بن حماد الشابسي يقدم لنا شعاره يقدم لنا شعاره خاطفي الرمز في هذا المساء يتقدم مع الطير المركز الثالث القادم بكل قوة أتابع انطلاقته وتحدي حربه سعيد بن حمد بن قناص العامري يقدم لنا شعاره بينما المركز الرابع الحضور واللي حضرت في هذه اللحظات تتابع شعار خطير اوصلت ادنك سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي هو الحاضر بكل قوة بينما المركز الرابع ام المركز الخامس القادم الحذر حمدان بن حمد بن محمد بن سعيد الدرعي يقدم لنا شعاره المركز السادس القادم ادنك مبارك بن سالمين بن مبارك العامري قادم مع ادنك المركز السابع القادم نوادر مبارك بن سعيد بن محمد الخيلي يقدم شعاره بينما المركز الثامن الحضور والوصول احضرت اسمه وتقدمت الريم منصور بن فيصل بن مبارك الشهواني هو الحاضر بانطلاقة شعاره المركز التاسع القادم الظبي علي بن معيوف بن سالم بن حمد الدرعي يقدم شعاره المركز العاشر القادم مرموقة محمد بن بخيت بن هديب المري هكذا هي النتيجة ولكن لنا عودة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول الطيرة مع الصدارة معالي علي بن محمد بن حماد الشابسي يتقدم فخر الشعارات يتقدم بهذا الانطلاق بهذا التحدي الكبير يقدم لنا شعاره يتقدم معالي علي بن محمد بن حماد الشابسي خاطف الرمز في هذا المساء حيث يقدم شعاره بكل قوة اعتاد على الناموس اعتاد على الفوز والانتصارات ولكن حذاري من الاسماء القادمة احضرت ادنك تقدمت ادنك سند بن محسن بن بخيت المزروعي قادم وايضا الحضور اتابع الحذر حمدان
حسين بن حمد بن محمد بن سعيد الدرعي قادم بكل قوة، وأيضا القدوم من الشعارات ياهي كوكبة ياهي كوكبة من الأسماء ومن الشعارات يقودها معالي علي بن محمد بن حماد الشابسي، ولكن هنالك أسماء خطيرة كبيرة بدأت تقترب، لكن الطيرة 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 مع المركز الأول مع الصدارة يا معالي علي بن محمد بن حماد الشابسي. الفوز وين؟ الناموس وين؟ الانتصار وين؟ القادمة أتابع نوادر مبارك بن سعيد بن محمد الخيلي، بدأ يتسلل بدأ ينطلق. 1200 يا أهل اللقاية يا أهل الندر، 1200 ما تفصل عن الفوز، ولكن نوادر نوادر في شوط الندر في شوط الندر أيضا القادمة مع الكال الأخير احضرت وتقدمت. أتابع مستوى محمد بن ناصر المشيط المري، مرحبا بهذا الشعار، مرحبا يا ابن مشيط، مرحبا يا ابن مشيط. ابن مشيط تقدم مع مستوى في أكبر مستوى، تتقدم في هذه اللحظات مستوى، والقادمة مرضية مرضية أوصلت مرضية تقدمت. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي السويدي ومستوى، والقادمة أيضا أتابع أتابع القدوم الحضور أسباب مبارك بن سعد بن ضحية العامري، ولكن بن رشيد بن رشيد بن رشيد بن رشيد انطلق بن رشيد بهذا الانطلاق. أسباب قادمة أسباب قادمة أسباب قادمة. الفوز وين؟ الفوز وين؟ الناموس وين؟ بن رشيد بن رشيد بن رشيد بن رشيد، ولا أسباب أسباب بن ضحية بن ضحية، ولا بن رشيد؟ يوه يا سلام، اللحظات الأخيرة اللحظات الحرجة، ولكن بن رشيد بن رشيد بن رشيد مع الفوز. سلام يا بن رشيد، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أسباب مبارك بن سعد بن ضحية العامري. المركز الثالث أوصلت مع المركز الثالث متابعين الكرام وصايف شطيط بن سالم بن شطيط المالكي. المركز الرابع أوصلت مع المركز الرابع كانت متابعين الكرام نجوى محمد بن عبد الله بن غليط الغفلي. المركز الخامس أوصلت مع المركز الخامس نوادر مبارك بن سعيد بن محمد الخيلي. إذا انتهينا، والناموس على فوز مرضية أرضت محبيها وأرضت بن رشيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. التوقيت الزمني ولحظة الوصول 7:35 خمسة أجزاء من الثانية أم أربعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس، بينما اللي احتلت المركز الثاني أسباب مبارك بن سعد بن سعيد بن ضحية العامري. وتوقيته الزمني 7:35 سبعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث كانت مع المركز الثالث وصايف شطيط بن سالم بن شطيط المالكي. وتوقيتها الزمني ولحظة وصوله 7:36 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.